عاد كنشويو داك الشيء الكبده وقلبه، واخا القلب راه مشوي. واحد المثال كيقول نزيدو فايخرات. والله اخوتي والله العظيم انا اصلا انا ما كنتش كبير معروف كيتجمعوا فيه العائله، فين ملي كتخرج نزيدو فيه فايخرات، فهمتي؟ واخا ما معروفاش علينا نزيدو فايخرات، ولكن غنبداو نزيدو فايخرات. السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا. المهم اخوتي وخواتاتي، ما بغيناش نصوروا لكم كيفاش كنسلخوا وكيفاش كندبحوا وكيفاش، المهم بدينا لكم من هذا اللقطه هذه. المهم حنا دابا كنشوطوا في الريوس كما كتشوفوا، ها الطريقه اخوتي اللي درت ليه، كانت واحد الحديده تواجمات عليها من هنا ومن هنا، ها هو الراس ديالنا كيتشوط كما كتشاهدوا. هذا الماعز اخوتي، هو فوق الشواية. هذه طريقة زوينة بزاف اخوتي، باش فهمتي ما يقيش هذا الفخر. شوفو حنا كنقلبو دابا في الراس ديال العدريس، هنا دابا كتقدر تقلب كيما بغيتي، ديرها شي العيلو تبقى تقلب بيها. المهم اخوتي وخواتاتي، مبغيناش نصورو ليكم داكشي على حقاش، حيت احتراما بعض الناس وما خصكش تبين الدم وكدا، ومبغيناش ما رشقاتش ليا الاخوان وانا كنصلخ، حيت انا اللي كنصلخ ولكن ما رشقاتش ليا، ما رشقاتش ليا. ما صافي قلنا نبارطاجيو معاكم ملي نكونو نشوفو. دابا حنا كنشوفو في الراس هو الاول والرجلين وداكشي، ونساليو المسائل. المهم نساليو المسائل والروينة وندوزو الشوال الكرش. واش كنتمنى من الله سبحانه وتعالى اي واحد يكون معيد وحق الله. والله اخوتي والله العظيم انا اصلا انا ما كنتش معول على العيد، يعني كنا خدمنا شويه كما شفتوا الفيديو اللي حنا خدمنا شويه في الفاخر شويه من هنا وشويه من هنا، وبعد المساعدات وكذا في العيد. العيد دايز بنهارو، هي كتنقص واحد الحاجه وحده في العيد، هي ان ما كتكونش مع الاحباب والاصحاب، فهمتي؟ ما كتكونش مع الاحباب، هذا هو باش كيكون، هذا هو باش ناقص. ان العيد كبير معروف كيتجمعوا فيه العائله كي والله يصاوب الخوت. شنو هاد فيه ملي كتخرج؟ هيا تخرج، هيا تخرج، اش خرج من هنا؟ المهم خوتي، المهم خليوكم معنا تنديرو الشواية وتشوفوا الطريقة ملي نقطع، إن شاء الله غنبارطاجيو معاكم. المهم أخوتي وخواتاتي، انا ديما من عادتي كنسبق الراس، كنسبق الراس والرجلين، المهم كنشوطهم وداك الشيء. عاد كان عاد كان يعني عاد كان عاد كنشويو داك الشيء الكبده والقلب، واخا القلب راه مشوي. غنزيدو عويدات، غنزيدو واحد المثال كيقول غنزيدو فايخرات. اي 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 السخونية، المهم كما قلت لكم اخوتي حنا كنزيدو ليه فايخرات، نزيدو فيه فايخرات فهمتي، واخا ما معروفاش علينا نزيدو فايخرات، ولكن غنبداو نزيدو فايخرات. واش كيزيد فايخرات؟ نزيدو فايخرات تكون حاضر، ما تزيدش فايخرات صافي انت ما حاضر. ما مرة في العام الانسان، مرة في العام ينشط ويضحك ويلعب
هيا نقلبوا هذا الراس كيبان ليا تحرق. كيقول لكم المشاش ما كيكونوش، ها واحد المش كيقول لك المشاش ما كيكونوش نهار العيد، ها هو واحد المش، ها واحد المش شتوه، ها واحد المش، ها هو شو مش نهار العيد. كذب عليكم شي واحد يقول لكم حق المشاش كيمشيو نهار العيد، شاذر اخاوي. ها هو جوج، والله الا جوج مشاش، الاخر ما عرف فين مشى. المهم الاخوان الاخوات احنا غاديين تشوفوا هذا الرجلين هادو وهذا الراس، نكرطوه دابا باش نشوفوا واش باقا فيه شي حاجه نحيدوها. مشى سيدي شوي يديروا داك الشيء عندهم جوني هي صنعت شوية دخل سنة واحد شوية العواد وردوا الراس، فهمتوني غردوا الراس فوق العافية دوخني صافي غردوا شوية وغنديو وغنمشيو نغسلو يدينا وغادي نخوتي ندير الشواي. راه الكبيده والمسائل كطيب باش نصاوبو ان شاء الله بولفاف. المهم اخوتي قصرت لكم الفيديو شويه، ما المهم قبلوا علينا وصافي هادشي اللي كاين. غنصور لكم لقطه لقطه شويه من هنا شويه من هنا سير على الله. ودابا خوتي وخواتاتي كما كتشوفوا حنا كنقطعوا في الكبيده. الكبيده هي الكبيده. كان عندي الشقه بزاف الخوت، داكشي علاش ما صورتش الفيديو من الاول حتى الاخر. المهم هادشي اللي كاين.